تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم مركز عايشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين منصة في مجمع سيتي سنتر، حيث تم خلاله استقبال الجمهور للتعريف بدور المركز. لأن الأسرة هي أساس المجتمع ومصدر قوته، وتزامنا مع احتفالات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، جاءت مبادرة مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين لتكون داعمة لكل التشريعات والقوانين في مملكة البحرين التي تكفل للأسرة حياة خالية من العنف بشكل عام، وتحمي المرأة تحديدا من كافة أشكال العنف الجسدي أو النفسي أو حتى الاقتصادي. المركز يقدم الخدمة مجانية إلى النساء في المجتمع البحريني دون أي تفرقة. هذه الخدمة تشمل دعم نفسي ودعم قانوني ودعم أيضا اجتماعي. هذا الدعم نحاول أن نوصل إلى المجتمع رسالة بأن نحن حاضرين لخدمة المرأة ومساندتها ومساعدتها عندما تواجه ممارسة كممارسة العنف ضدها. طبعا قضية العنف في مركز عايشة يتيم للإرشاد الأسري هي قضية أساسية من الملفات الرئيسية اللي نتعامل معها طوال السنة، وعندنا خطط وبرامج وأنشطة وفعاليات تتضمن التركيز على ملف العنف الواقع على المرأة، وهو يأتي ضمن هدف استراتيجي من الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمركز عايشة يتيم للإرشاد الأسري، ونسعى من خلال هذه الأهداف الاستراتيجية إلى التركيز على قضايا وملفات تهم المرأة والأسرة. القائمون على هذه المبادرة يسعون إلى نشر رسالتهم السامية، وهي مناهضة العنف الواقع على المرأة وتوفير بيئة آمنة مستقرة للمرأة والأسرة من خلال تقديم خدمات إرشادية أسرية نفسية وقانونية متخصصة لحمايتهم من أي مشكلة يتعرضون لها في المحيط الأسري والمجتمعي. أرى أن المبادرة مبادرة طيبة طبعا، وإحنا من الداعمين إلى توجهات الجمعية في طرح مثل هذه القضايا، وخاصة أنها مناسبة عالمية اللي هو العنف ضد المرأة، وإن شاء الله نطرح كل القضايا اللي تهم المرأة سواء كانت كربة بيت أو كأم، من حقها أنها تعيش في سلام، تعيش في أمان، وتعيش طبعا في حقوقها المدنية، المطالبة بحقوقها سواء كانت القضائية أو المدنية. احنا في المركز نقدم خدمات للنساء المعنفات المتعرضات للعنف من شتى أنواعه، منها الجنسي الجسدي القانوني والنفسي، ونقدم لهم نحاول نقدم لهم خدمات اللازمة من إرشاد اجتماعي وإرشاد نفسي واستشارة قانونية. هذه المنصة التي نظمها مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري استطاعت أن تجذب الجمهور إليها الذين أبدوا رأيهم حول مناهضة العنف ضد المرأة. وبهذا الخصوص يرى القائمون على المبادرة بأن المرأة هي الوجه المشرق للمجتمع، وأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف يكون بتكامل وترابط جميع حلقات المجتمع. احتفالا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت شعار يدا بيد ضد العنف، تنطلق هذه المبادرة لمحاربة العنف ضد المرأة وبجميع أنواعه. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.